أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم وصحاب طرقكم. لا فيكتيم تاع حلقه اليوم هي الفنانه نوال اسكندر اللي جات من اجل خونا معمر كما باقي لي زانفيتي في الحلقات اللي فاتوا. ولكن لما ينوض رئيس الجمعيه يحب يعتدي على خونا معمر، هنا راح تكون عندها اون فورت رياكسيون. بدون اطاله مشاهدينا، نخليكم تكتشفوا احداث حلقه اليوم، ما تزاطيوش. حيوا معايا جميعا الفنانه نوال اسكندر. مساء الخير نوال. مساء النور، على السلامة. مرحبا بك. بيك ولا عيشك. بلاطو مازال اسبواغ. ربي يخليك طول عمرك. ميرسي. عجبك شوية البلاطو؟ وي البلاطو. حلة جديدة. يهبل. ربي يخليك. مرحبا بك. بيكم وبالبيبليك بيان سور، سورتو البيبليك. ربي يهنيك. ميرسي. لكن حالة اليوم حالة نادرة. نروحوا نتعرفوا عليه في هذا الروبورتاج ثم نعود. كم هو صعب أن تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق أن تضطر للعمل وأنت دون سن العشر سنوات. صرات لي أكسيدون قياترا من هذاك العام، وأنا سوفريت هنا بزاف، وزيد الناس يخزروا فيك خزرة ماشي مليحة، ما تقول لي حقروك بالخزرة ديالهم. ماذا بيا إن شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح إن شاء الله للألمان ندير لي بروتيست تما ان شاء الله، يسقى قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس علقم تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. بلاد احنا تاعنا معاق، يسوفري بزاف البلاد، ولحقت وين حتى سيت ننتحر شعر مخطره، ومن بعد الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمه عمليه عمار لوضع رجلين صناعيين بالمانيا. وبتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. يا رحمن معمر يدير خطر. تحيه لمعمر. معمر شوفك تبكي، احكي لي شويه على حياتك، احكي لي شويه على الاشياء اللي ما شفناهاش في هذا الروبورتاج. بون، السلام عليكم. وعليكم السلام. قناه البلاد على الحصه هذه. مرحبا بك. وانا كنت صغير، كنت مع يما وبابا في طوموبيل، درنا اكسيدون، ماتوا ربي يرحمهم. الله يرحمهم. تربيت يتيم، نوال شوف أثرتي كثير. تحية نوال، أعطولها كلينكس. نوال كلينكس، المخرج نطلب منه يبعث لي كلينكس. أحمد جيب لي كلينكس. سامحني انا جو سوي سنسيبل، ما ماشي باش زعما نزيد نكمل عليه. انت في دارك جو سوي سنسيبل. انا ما نقدر هاد الحكايات، ما دايوغ نيمبورت كال ايميسيون تجوزوها ولا نبكي في الدار غالب. تفضل معمر، وصل القصه تاعك. قلت لك كيما قلت لك، تربيت يتيم، رباني جدي ربي يحفظه ان شاء الله، كبرني قراني عاوني صرف عليا. بعد انا بديت نكبر شويه، بديت نعرف بلي جدي انسان زوالي، قيس وقيس روحو، حبيت نعاونو، بديت نخرج، بديت نبيع الدخان، بديت نبيع كوكا، ونبيع دوك عفايف في القطار. حتى جا نهار وين درت اكسيدون، زدت قطعو رجليا. شجاعه معمر، شجاعه. انت عندك شجاعة، عندك ايمان بربي كبير. تفضلي سيدة نوال. شنو معمر؟ معمر شوف، حتى ولو يعني باسكو هذه حاجة ربي، حتى ولو ما عندكش الاب تاعك ولا يماك ربي يرحمهم، عندك جدك كبدت مرتين، قول ربي يخليه لي. وماشي يعني هي حاجة صعيبة صح،
بصح ما لازمش تقعد غير تخمم بلي جو سي هانديكابي ولا انا راني جو سي با تو بير ليسبوار باسكو حنا رانا نقولوا مازال ليسبوار وما لازمش تبكي باسكو دير في بالك بلي مازال الناس ملاح مازال عندنا ناس اللي يديروا الخير مازال عندنا ناس اللي انا ما تقوليش دوك انت برا ما يحنوش عليك ولا ما يحلوش عليك باب ولا ما يخزروش فيك ما تشوفش لو كوتي تاع هذيك النظره اللي يشوفوها هذوك الله غالب عليهم بالك ما يحسوش بالك ما تقوليش بلي كاين ما كاش نوتر كوتي اللي يحن عليك وتغيدو ويعاونك ماشي عيب وهادي حاجه تاع ربي قول الحمد لله وما لازمش تبكي سي فري حكايتو تاثر الحاج مساء الخير مساء الخير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما نحمد ربي ونشكره ونكثر خير قناة البلاد عاونونا وكثر خيرهم الآن على ذكر الجمعيات العمل الخيري اللي ذكرته الحاج إلى جمعية تيسير الخير اللي يرأسها السيد نصر الدين عزوزة مساء الخير سيدي مرة أخرى نشكر قناة البلاد العفو مرحبا على هذه الحصص الخيرية اللي شفنا باللي كان فيها نتائج في الحلقات الفارطة الحمد لله فيما يخص جمعية تيسير الخير خصصنا له طبيبة نفسانية مختصة في علم النفس راهي تتبع فيه والآن الأخ معمر من بعد ما كان يخمم في الحرقة والانتحار راهو يخمم باش يدير أرجل اصطناعية وإن شاء الله هذه ماشي حاجة صعبة علينا والتكلفة تاعها حوالي 700 مليون سنتيم تعمل نفس عمل القدم الطبيعية يعني جميل وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نلايمو المبلغ إن شاء الله جمعتوا مال ما جمعتوش يعني أنا عمي إحنا حوالي رانا لحقين حوالي 170 مليون سنتيم ما شاء الله معمر مفاجأة أولى ليك هذه يعني 170 مليون سنتيم وما راهيش بعيدة لاسوم ديالك وإن شاء الله يا ربي يطمو لك قاعد لاسوم وتروح وإن شاء الله توقف على رجليك ومن بعد أنت تعاون جدك إن شاء الله إن شاء الله كلام جميل أعود إليك سيدتي المختصة في علم الاجتماع سيدة إلهام شعباني لحقنا إحنا الدرجة دي من اليأس في الجزائر بعد ما شفنا الحالة هذه ما شكيتش راح يكون بعد ذلك يأس في الجزائر الناس يخزروا فيك واحد الخزرة يحقروك بها بزاف وزيد لي موايا ما كاش تاع واحد هونديكابي عايش في الجزائر أنا يا خممت نحرق قلت يا نلحق نلحق ما نلحقش نموت وخممت على مخطران سويسيدي وخممت ما خلاص والله طعت لي ياس والحمد لله من بعد بالعقل داويت الطبيب البسيكولوج عاونتني كانت تهضر معايا تفهم فيا بلي نورمال الوغ نو سيلمون حياتك في اللعب ما على بالكش راح توصل لا ما حش توصل وإلا وصلت تمرمد جو فوا با علاش يحرقوا وكان يحرقوا هما يموتوا شوف ماليهم شوف يماه الكبدة تاعها تحرق خاوتهم أنا نشوف فيهم في الريبورتاج دي فوا لا تيلي يقطعوا لي قلبي وما نحملش ولا غير نبكي باسكو نقول هو راه مات ربي دائما توب صح شكون اللي تسوفري سي اللي مات الخو البابات تخلي فاميلتك يعني مش ستا وتقعد لهم حرقة جو فوا با علاش ربي يهديهم إن شاء الله يا ربي أمين تحية لنوال اسكندر معمر قدر البرنامج يجمع لك إضافة على واش جمعته الجمعية 550 مليون سنتيم فوالا ما قالش بزاف الحمد لله ما قالش بزاف العكس هذا المبلغ هذا ظن أنه اكتمل نسلموا له الشاك ونعاودوا نكملوا النقاش ثم نختم الحلقة تفضل أحمد تفضلي سيدتي نعطوا له الشاك أيوا الشاك مبروك عليك بالتوفيق إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ماما الفرحة تاعك راهي إن شاء الله هاو الشاك 550 مليون سنتيم شكرا تفضلوا معنا الاماكنكم نعاودوا نكملوا النقاش مبروك عليك ربي يحفظك مبروك عليك ان شاء الله جميع انسان راه محتاج ان شاء الله ان شاء الله ربي يسخر له ما راه متمني ان شاء الله ان شاء الله اذا مشاهدينا وصلنا احنا لنهايه هذه الحلقه ما بقاش وتحيه الجزائر حبيت نقول حاجه برك تما طبعا طبعا ماذا بيا الشاك هذاك يعطيه لي ليا الشاكرة وعندك ما وش عندي عندي الصليب أعطيته لي يعني ما كاش مشكل كاين حاجة حبيت نقولها برك الإنسان هذا الرئيس هذا هضر باللي دخلت 170 مليون الكونت هي دخلت 300 مليون ما كاش من هذا الحكاية لا الشاك وحده يعني هو من قلبي هذا وش هضر هو على الكونت تاعنا
دخلت 170 دخلت 300 مليون. راه ما عندك؟ ما مش عندي في الكونت دخلت 300 مليون. وهو راه وقال لي دخلت 170 جمعيه. تسمى راه 130 ما هضرش عليها. علاش هكذا؟ وانا جاتني معلومه. اسمح لي عندك دلائل؟ دقيقه دوك نعطيك الدلائل. دقيقه يقول لي جاتني معلومه من عند الاعضاء اللي خدموا معاه وكاين تليفون تحبوا نعيطوا دوك نعيطوا دوك ماشي مشكل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا سرق 130 مليون. حسبي الله ونعم الوكيل. تسرق فيا انا وبدل طوموبيل صرا طوموبيل جديده. حسبي الله ونعم الوكيل. تسرق فيا انا وبدل طوموبيل صرا طوموبيل جديده. بغيت نهضر معاك كلمه بريه. ما تهضرش معايا. عطي له هذاك الشاك لو عندك عطيه له. عطي له الشاك. عطي له الشاك. دوك نعطي له الشاك ما كانش مشكل قدامكم. بغيت نسقسيك. انا وقفت معاك ولا ما وقفتش معاك؟ ماشي انت وقفت معايا وقفت معايا الجمعيه وانت انسان. معليش هو وقف معاك. تاع الجمعيه تاع الجمعيه تاع الجمعيه بلا قد. هذا كرسي تاع الجمعيه ماشي تاعك. هو ماشي تاعك. يا ربي يا ربي مهبول انت. تحيه الجزائر. جيب الشاك اعطي له الشاك. يا ربي ارفدوا ارفدوا. اسمنا اسمنا معمر طاح على وجهه. لا لا لكار الخير الباسا يعطيك دربه ان شاء الله. اعطي له الشاك. اعطي له الشاك. كان ما دخلك انت. اعطي له الشاك. اعطيني لوجه ربي. اعطيني الشاك. روحي ربي يهديك. ربي يهديك انت مصباح انت تحيا الجزائر. انت راكي ما دخليش في هذه الامور. انا مراه ايه وانت راجل دير حوايج. انا راجل ونص انا. تعالي انا مراه عليك. عباك تقلبت تقلبت. اعطي له الشاك. عيب عليك يا يا سي محمد. عيب عليك. هذا راه مجرور. مجرور. ما تدخليش روحك. اعطي له الشاك. اعطي له الشاك. ما نعطيهلوش. ما تدخليش روحك. سرق راه عاش فيا هذا. ما تكلمش مع الضيفه تاعنا هكذا. لا ما تكلمش مع الضيفه هكذا. ما تكلمش معاك نفضلك تصدي. امشي راه امشي. انتوا قاعدين نوضوا. امشي نوضوا انتوما ميتين. شدوه شدوه. يا طلقينيش يا طلقيني. انتوما قاعدين تخزروا انتوما معاه. خوافين هذوك خوافين. اعطيني الشاك. يا طلقيني. والله غير نديك. دوك نعطيك الشاك. دوك نعطيك الشاك. دوك قاعد يحط. يا طلقيني. ما تخلينيش. جيب يدك. يا قلعي. عطيهولي ليا. ما تروحش يا هرب. انت يا بعدها انت. عطيني الشاك. قعدوا تفرجوا له ما تحشمش. ما تدخليش روحك. بلال ما يخرجش من البلاطو. ما تحشمش خويا راجل. قاعد ما لا تطلب انت. انا راجل سراق. منين؟ منين؟ انا منين؟ انا واش دخلك؟ دخلني انسان هذا هو عاب. تو ني با هيما. انا مش عارف. تو ني با هيما. قريب حنقول له حيوان قريب. تلقى السيد تفضلي شوفي. سبحان الله دخل في روحها. ما يخرجش ما يخرجش تنحوا الشاك. اسمعي دار علينا برضه. ما يخرجش ما يخرجش غير ما تقلب. صافي لو فات اللي هو الى في دار جمعيه. اللي دار جمعيه. ولعتني. تحولت تحولت تحولت. مكياج سمحي لي. سانتيكي لصقت يدها. دخلت يدي الداخل. يدها لصقت. مدام قولي لنا كيفاش. جوسي نيرفوز. شديتي لينا اختي. قعدت نقول يا خويا لوجه ربي ما فيهش كاع الرحمه. وطاحت على وجهك عباك قلبي حبس. لا هو حطيته هو دار ما بانكش هو ما كنتش نرمي فيه. مشاهدينا الكرام انا ما كنتش نرمي فيه. لا لا مشاهدينا الكرام خبطوا في القاعه على وجهك. مشاهدينا الكرام رماني. والله لو كونسيبت لي سي فري غير قول بلي راك تمدوا فواحد الميساج نو سالمون الحراقه لي زون بيردو ليسبوار الجمعيه هذه دايوغ قلت لهم عودوا عيطوا لي مقبله في لي كوليس انا وياه نهضروا وهادو قولوا نوضوا معايا بصح انتوما معاه باسكو شفت منا ما كانش لي توني هادو فيغ تاع الجمعيه قلت لهم نوضوا ومن بعد تلفت لي كي وليت انا ما شفتش لي بيل قلت لهم نوضوا كنت تشوفوا فيه بصح انتوما معاه اللي راهم يخموا على الحرقه ماناش حابين نزيدوا نتوخذوا في ولادنا اكثر واكثر باسكو راهم يروحوا بزاف لي جون لي مامون لي بيبي الوغ انا نقول لهم لا للحرقه ونقول لهم ثاني يعني اللي يقدر يكون عندنا هكا هكذا ما يقطعش الياس كيما راهي عندنا هنا واللي يقدر يعاون نعاود فيها ونقول ونعاود يا لو كان بشيبا ب 1000 راك معليش نقولوها بدرجه تكون يعني تفيد الانسان هذاك اللي يقدر يدير الخير غير يدير الخير ربي يحفظك هذا ما كان بقاو صحه فطوركم صحه رمضانكم وردوا بالكم بون نقول لكم ان شاء الله نقول لكم صحه فطوركم صحه رمضانكم والعقوبه لكل عام وردوا بالكم ربي يحفظك ردوا بالكم غدوه ان شاء الله مع انفيتي جيت وحلقه واعره كما تعلي ان شاء الله سلام ردوا بالكم.